عمرو موسى يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم حول الدستور الببلاوي يؤكد قدرة حكومته على تأمين الاستفتاء. الجنايات تستأنف اليوم إعادة محاكمة مبارك والعدلي وآخرين وتستمع لشهادة سامي عنان. اختيار مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس وأحزاب جبهة الإنقاذ تعترض. ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة. يعقد عمرو موسى رئيس اللجنة الخمسين التي قامت بإعداد مسودة الدستور الجديد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر اليوم بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور عدد من أعضاء لجنة الخمسين. وسيقوم موسى وأعضاء اللجنة خلال المؤتمر بالإجابة على التساؤلات المراسلين الأجانب المتعلقة بمشروع الدستور الجديد الذي سيتم التصويت عليه خلال يومي 14 و15 من يناير المقبل. ومن جانبه قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي أن الاستفتاء على الدستور هو أصعب مرحلة في تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الحكومة قادرة على تأمين الاستفتاء على الدستور. ودعا الببلاوي في تصريحات تلفزيونية المواطنين إلى الاحتشاد للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، مؤكدا أن المشاركة تعد واجبا وطنيا لا مجال للهروب منه لأي سبب. نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول قطع البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية جولته الخارجية الحالية والعودة إلى القاهرة لدواع أمنية. وقال القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة أن البابا مستمر في جولته والتي تستمر أسبوعين يزور خلالها الكنائس في سويسرا وألمانيا والنمسا. سمع مساء أمس دوي انفجار بمنطقة الحدود الدولية في رفح بشمال سيناء. وأكدت مصادر أمنية أن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة وضعها مجهولون بمنطقة صلاح الدين الحدودية، لافتين إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات. هذا وقامت الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة بحثا عن أي عبوات ناسفة أخرى، فيما تتواصل جهود رجال الأمن لضبط الجناة. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه متشائم بشأن الوضع في سوريا، وأن لديه شكوكا قوية في إمكانية نجاح مؤتمر جنيف 2 للسلام المقرر عقده في جنيف الشهر المقبل. وكانت فرنسا من أول الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية غير قتالية للجيش الحر، رغم أنها كانت أيضا أول دولة غربية تعترف بالائتلاف الوطني السوري بوصفه الممثل الوحيد للشعب السوري. رحب رئيس حركة النهضة في تونس راشد الغنوشي باختيار مهدي جمعة لرئاسة حكومة كفاءات مستقلة ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وكانت القوى السياسية في تونس قد اتفقت على خارطة طريق أنهت الأزمة التي تصاعدت منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي. أعلن الجيش النيجيري مقتل عشرات المسلحين المشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام في غارات جوية على معاقل المسلحين بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا خلال اليومين الماضيين. وكان شهود عيان قد أكدوا في وقت سابق أن الحملات الأمنية على معاقل الجماعة جاءت بعد ساعات من قيام المسلحين بالاعتداء على المواطنين على طريق سريع بالمنطقة، مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من السائقين والمسافرين. وإلى الشأن الرياضي، حيث خسر النادي الأهلي بهدفين نظيفين أمام غوانغزو الصيني في المباراة التي أقيمت بينهما بكأس العالم للأندية بالمغرب. وأعرب لاعب الأهلي عن حزنهم لخسارة الفريق في مباراته الأولى بالمونديال رغم الأداء الجيد الذي قدمه اللاعبون وخصوصا في الشوط الأول. وفي البطولة نفسها فاز الرجاء البيضاوي بطل المغرب بهدفين لهدف على مونتري المكسيكي بعد شوطين إضافيين ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه. وسيلتقي الرجاء في الدور قبل النهائي مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية بالاستاد الكبير في مراكش الأربعاء المقبل. بهذا الخبر أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.